اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. خلوني ارحب بضيفي في هذه الفقره النجم الكبير كابتن شريف عبد المنعم. ازيك كابتن شريف؟ كابتن اسلام اخبارك ايه؟ افتقدتك النهارده في الاستوديو وانا قاعد بتفرج. لا ما نحلي بقى يوم ويوم. لا نحلي النهارده بنحلي. قاعد بتفرج على الاستوديو قلت لهم الله كابتن شريف فين؟ لا نحلي الحمد لله. اخبار حضرتك ايه؟ الحمد لله كله تمام؟ كله مبسوط طبعا. النهارده يوم جميل طبعا جميع الوجوه. اشمعنى؟ كده وكده. اشمعنى برضه؟ الاهلي النهارده كان كويس. الاهلي النهارده حاجه ثانيه. سيبك من ماتش الزمالك. انا مش عارف الناس ليه رابطه. انا ما على فكره لسه الدوري بدري جدا على ماتش الزمالك طبعا. يعني بس او ان الزمالك يفقد نقطتين. ما هو الاهلي لسه الايام ما حدش عارف ايه اللي هيحصل. تبقى دفعه معنويه كده. انت فاهم بالزبط. الحكايه دي يعني بتبقى ثقه للاعبين انهم بيلعبوا بره ارضهم وفي السويس. ملعب السويس صعب جدا على فكره. في هواء وبتاع ضد اللعيبه كلها. لكن صحيح لعيبه بتمتاز بروح كبيره جدا ودوافع كتيره جدا ومعطيات بتديها جوه الملعب. عندهم اسلام بقت حاله من التنوع في اللعب. ايوه يعني الاول ما كانش كنا ندور على جمل نسال. ما فيش جمله ما فيش حاجه احنا نقدر نرتكز عليها. ايوه نراهن عليها ان هم يقدروا يكسبوا المباراه. كان كله بختك يا وبخيت. بالعكس النهارده في رؤيه في باص سريع. في لعيبه كلها شايفه بعض. لعيبه بتغطي بعض. لعيبه مش عارفين المراكز فين. حرية في التحرك في كل حاجة. تصميم على الفوز وده الأهم من كل حاجة. النهاردة بنشوف جون في أول دقيقة ونص يعني. صحيح. وبيتكرر بعدها على طول بجول تاني ومحاولتين ثلاثة بثلاث أربع أهداف. إذا في حالة اللعيبة مقدرة المسؤولية في الموسم ده. وزي ما أنت بتقول من فوز لفوز بتاخد ثقة أكتر أو بإحساسك كمان كجهاز فني جديد بيتمتع باعطاء الثقه لكل اللاعبين. يعني ما بيقولش فلان اللي هيلعب 45 دقيقه ده هو الاساسي بتاعي. صحيح. لا اللي بيدي في الملعب هو اللي بيكون موجود. اللي بيدي ولو لمده 20 دقيقه بس افيد. اديك شفت النهارده بيلعب بثلاثه فراوده. بيخرج اثنين فراوده وينزل اثنين فراوده. بقت الحكايه خلاص مساحه اللعيبه بتعطي فرصه حتى للعيب اللي قاعد بره ان هو ينزل. وينزل بارتياحيه بهيفي سكور. غير بقى اهداف ما بتتحسبش غير اهداف بتضيع غير 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 غير. فمجمل المباراه بتبقى بتقول لي انت مبسوط ليه؟ لا مبسوط. مبسوط من الاداء الحقيقه. التنوع والتركيز على دخول خط منطقه الجزاء. الثقه. واحد زي كريم فؤاد النهارده يعني بيكرر نفسه. لو جبت ممكن هيبقى سؤالي الثاني. ايه رايك في توظيف كريم فؤاد؟ عمل جونين وجاب جونين وضيع الثالث او لم يحتسب الثالث. عامل شغل كويس مع توظيف جديد لكريم اللي احنا كنا جايبينه اصلا يلعب في الباك رايت او الباك ليفت. انت كنت جايبه اصلا من المكان ده ومن المركز ده. اوكي. كان هو بيلعب فين؟ في نفس المكان ده. وخد عينيك في المكان ده. اوكي. وفي التنفيذ ده وفي الفينش ده. لكن دخوله منتخب مصر على ما اعتقد اسلام اداله ثقه كبيره جدا. طبعا. اداله دفعه قويه جدا انه مش مركون او مش تحت الاختبار او التقييم لسه. لا. انا حسيت ان هو عنده نزعه ان انا عندي كوره وعندي اداء. والفرقه لما بتبقى كويسه اعتقد كل لعيبه بتبقى كويسه. صحيح. والكوره بتلعب والمكسب زي ما حضرتك بتقول. اهم ما يميز النهارده هو المكسب. المكسب حتى وخصوصا ان الاداء كويس. فمكسب واداء. احنا خلي بالك برضو احنا بقالنا فتره كنت بسمع حضراتكم دايما في الاستوديو التحليلي على الاقل في نهايه الموسم الماضي كانش عندنا يعني حاجه. كنا عايزين نكسب وخلاص مش عارفين ولا لا عايزين الموسم يخلص. انا كنت عايز الموسم يخلص وخلاص عشان نشوف اللعيبه تاخد راحه ونشوف الجديد باذن الله ونفكر في الموسم الجديد. صحيح. بالخطه اللي كانت مرسومه من المؤسسه كلها ومجلس اداره وكله قال لك خلاص يعني احنا بالبلدي كده رمينا الفوطه السنه دول هيريحوا والنادي هتيجي وراه ومتريح ونعمل تقييم شامل ونجيب جهاز فني جديد وياخد فرصته ويعمل فتره اعداد. بقينا ماشيين طبيعي. والطبيعي بالزبط. اديك شفت عوده اكرم عملت لكريم فؤاد كفرنج هايل من ناحيه كديفندر وراه. صحيح. وحريه التحرك. الراجل النهارده بيجيب جول خامس ده من سنتر فيرود. صحيح. مكان غريب جدا. غريب جدا. صحيح. انا بلعب هنا وبلعب هنا وبلعب هنا. فهو ده التميز. نعم. هو ده الطاقه والحياه والشباب باينه فيه. باينه في هذا اللاعب الحقيقه عشان بتيجي تقول هو رجل مباراه او 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 او. فبناخد مجمل ليه بنقول عليه مش عشان الاهداف بس. لا عمل جولين في ماتشين كوبي لدرجه ان السنتر فيرود اتحرك نفس التحرك. صحيح. لما بيوصل كريم ده معناه بالنسبه للفنيين ايه بقى؟ ده معناه ان هم ماشيين صح. ان في شغل بيتعمل. هم ماشيين صح. واديك شفت برونو وشفت قفشه.
نعم. كنا بنقول استحاله هيبقى برونو موجود واستحاله قفشه، هي الظروف بتوديك انك انت بتشوف الاثنين مع بعض. ولسه يعني لسه يمكن برونو نفذ حاجه من اللي بيعرفها وجاب جول حلو قوي في مباراه الزمالك. النهارده بنلعب زي ما بيقولوا هو مالوش في الحته بتاعت قفشه وبيلعب على الطرف، او بيلعب على الطرف وبيعمل بيبني مع اي حاجه، فرغم ان علي معلوم مش موجود النهارده. نعم. يعني موجود محمد اشرف. صحيح. بيدي فرصه كبيره جدا لمحمد اشرف، هو زي ما احنا عارفين السن والخبره والحاجات دي. فكل حاجه في الوجبه بتاعت النادي الاهلي النهارده بنسميها ايجابيه. وجبه دسمه. انت مش قلقان من اي حاجه يا اسلام وانت بتتفرج. حاسس ان ده هيعوض وده هيجيب وده هيروح وده عنده استعداد وده مركز فهو ده اللي احنا بنتمناه دايما، والتكمله في الموسم الجديد ده كله يبقى بهذا الشكل مع مختلف اللاعبين كلهم اشتركوا النهارده. صحيح. ناقص ايمن اشرف على ما اعتقد هو اللي هيبقى موجود بعد كده. ما هو ده سؤالي اللي جاي يا كابتن. محمد فخري، محمد اشرف، ايمن اشرف. لا محمد اشرف، محمد فخري ده غير ايمن. دول الموجودين. انا بتكلم اللي ما لعبش. اللي ما لعبش. لكن انا بكلم حضرتك على اللي لعب، محمد فخري، محمد اشرف، عوده ياسر ابراهيم بعد غياب في مباراه في الجوله الثالثه. هل حضرتك كنت شايف ان ده مغامره؟ يعني محمد اشرف ومحمد فخري ما اكيد يعني شباب مش هنضحك على بعض. اكيد ياسر بعد ثلاث ماتشات ما بيلعبش، وقصص بتتحكي برضو ان هو الراجل ضد ياسر، ما اعرفش الحاجات دي بتطلع امتى، لكن في النهايه اهو ياسر موجود وادى. بص سيبك من السوشيال ميديا والتفكك اللي بتحب تزرعه في اي حته. امبارح يعني ولا اول امبارح فوجئت لقيت ايه، ان بيتقال على كولر وعلى علي وعلى حسين الشحات انهم عندهم كورونا. ايوه. لدرجة الراجل راح عمل مسحة؟ لا عمل ومفيش أي حاجة وراح بعربيته لغاية الاستاد. فأنا طبعًا إيه يعني ماشي، أنا شغال في القناة وكل حاجة، فبنشوف الأخبار من خلال القناة. مفيش يا جماعة، دخلنا على الموقع الرسمي، لا يا جماعة مفيش، ده هو الناس في الموقع الرسمي قايلين إن هو نزلة برد حادة. يبقى نزلة برد حادة، أصله هتفرق في إيه كورونا من نزلة برد؟ يعني حضرتك ممكن تكون مثلًا فهمني كده، يعني إن أنا مش فاهم هو إيه الفارق؟ ما هو لو كولر عنده كورونا، طب ما هو النادي هيعلن ان عنده كورونا. يعني محمد صلاح لما جاله يعني كورونا اعلن ان محمد صلاح هيحصل ايه يعني؟ مش فاهم. بالعكس ده الكورونا يقعد يوم ولا يومين خلاص وبقت الدنيا بتبقى كويسه. في ثالث يوم بتبقى كويسه. البرد ممكن يقعدك اربع خمس ايام. طبعا. صح ولا مش صح؟ والتغيير المناخ وكل حاجه واللي احنا فيه ده كله بيعرض اي حد من الجهاز او من اللعيبه او كمان من الاختلاط كمان، ما تنساش ان ده جروب واحد يعني. صحيح صحيح. 40 50 فرد يعني. صح. فانا هقول لك على حاجه. ما فيش فريق بيتوفق الا اذا كان كله بيحب بعض. نعم. عارف لو انا من جوه الفرقه بتمنى لهم عدم الفوز عشان انا ما بلعبش مش هنكسب. دي احنا حافظينها عن ظهر قلب. عارفين الكلام ده. ان الوحده الواحده والاوضه الواحده والكيان الواحد، وده موجود في النادي الاهلي. عشان كده بيقول لك اوضه اللبس. اوضه اللبس. اوضه اللبس من اولها لاصغرها، من العامل للاعب للفني لكل دكتور. صحيح. لكل حاجه. حتى التناول جوه اوضه اللبس اثناء ان مفيش تمرين. العلاقه بين اللعيبه ومن جوه اللبس مفيش حد مكشر في وش حد ولا حد. أيوة. بيقول يعني كله جاي على سداد العب 20 دقيقه على سداد 40 دقيقه على سداد العب من اول مباراه. دي مسؤوليه حتى. ده انا الفرق الكبيره دي لما بتبتدي انت تبقى مسؤوليه كبيره جدا. صحيح. اللعيب الكبير اللي لعب بره ده تبقى عنده ارتياحيه هايله انه بيتفرج وينزل يلعب الشويتين بتوعه في الشكل، يا اما كسبان يا اما بيعزز فوز يا اما بيطلب منه انه يغير نتيجه او حاجه زي كده. ففي المؤسسات الكبيره والفرق الكبيره دي كل لاعب ليه دور. مظبوط. اعتقد ان لعيبتنا الحمد لله من خلال الفتره الكبيره اللي مقضيينها في البطولات اللي خدوها وفي العلاقات وكل حاجه، دي لعيبه بتقعد مع بعض اكتر ما بيخشوا بيوتهم يعني. صح. فعارفين بعض كويس قوي، بيتمنوا لبعض الخير كلهم، وعارفين ان بيبقى في استثناءات صغيره بتحصل. فلان مش موجود النهارده انا ببقى موجود. بكره في اصابات، بعده في ايقافات، بعده لعيبه فاهمه كده كويس قوي. هل نقدر نقول دلوقتي يا كابتن انه كان عندنا مجلس اداره او اداره كره وفي ظهرها مجلس اداره عندهم رؤيه ان هم شايفين انه خلاص كانوا ثلاث صفقات تبقى موجوده، وبالتالي الكيف وليس الكم، ولا لسه نصبر شويه كمان؟ هي مع الاعتراف ان هناك بعض النواقص. انا اسف، انا هكلمك هنقدر نكملها في يناير زي ما الراجل مستر كولر قال. تعال نتكلم بلغه الناس. اتفضل. او الجمهور اللي بيتفرج علينا. يا ريت. كان السنه اللي فاتت بيقول لك ايه، لا الاهلي محتاج خمس صفقات سوبر. صحيح. وانا قعدت معاك هنا قلت لك انا محتاج ثلاث صفقات
منهم سنتر فيروت سوبر. صحيح. كلنا بقينا حاسين ان العطاء اللي كان موجود قبل كده في نواقص، في شواهد بتقول عدم توفيق في لعيبه كتير او معينه. صحيح. موجوده ما بتديش السمعه الكبيره اللي عندهم ما يوازي يعني. لكن في خبر يعني خبراء او في ناس بتتفرج ما لهمش مصلحه كتير قوي بس ليهم حب في التيم نفسه او في بتاع، يقول لك طب ما هم دول اللعيبه اللي انتوا بتتكلموا عليهم اللي جابوا 5 6 بطولات في سنه ونص. صحيح. في سنه و18 و18 هم نفس اللعيبه دي اللي بيلعبوا منتخب مصر كلهم تلتينهم. هم نفس اللعيبه دي اللي طلع اتنحروا صح الثلاث سنين اللي فاتوا. صحيح. فمن حقهم ان هم يكونوا تعبوا، يكونوا مزبوط. اصابات، اللي عنده شد واللي عنده غضروف واللي عنده كذا ولا يعني. حتى لما بتيجي تدي انا عايز النصيحه، لما تيجي تدي النصيحه فيجي يقول لك ايه، لا 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 فلان ده لما جه المدرب الجديد، لا 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 ده قال محمد هاني انت مش في انت لازم تبقى اكتر من كده. اقول له محمد هاني ايه والراجل اكرم توفيق مموت نفسه وعامل لي حاله ثبات في المكان، خدت بالك ما حدش بيعدي ولا حد بيعمل، وهو عامل جيد جدا ومغذي جدا في الملعب وبيعمل كل حاجه. ادي النهارده اتفرجت على محمد هاني فين؟ في مكان جديد بيلعبوا قبل كده على فكره. صحيح. سنتر هاف ده وكان زيه زي محمد عبد المنعم ومتولي. الكومبينيشن دي كنت تراهن عليها؟ لا استحاله، ما حدش كان بيفكر فيها. صحيح. فبقت المباريات هي السبب الرئيسي انك انت بتتفرج وتطلع بالنتائج او بريزلت. صحيح. الراجل لما جه مستر كولر قال ايه؟ الناس قالت ايه؟ نفس اللي اتقال على فايلر. يعني فاكر فايلر؟ صحيح. بكره هيدينا ايه؟ بعده في ايه؟ نفس البتاع والمدرسه السويسريه، والراجل ده اصله بقى له كام سنه، سنه ونص ما دربش وركبته ومش قادر يجري وما زال وهتسمع حصل وحصل وحصل وحصل. واللعيبه دي كمان بتقابل. صحيح. بتقابل انا بلعب في الملعب وحاسس ان مفيش حد جنبي، التحكيم مش عارف هيديني ولا مش هيديني، غير لما بلعب وانا عارف ان انا هاخد 100% هاخد حق 24 قراط. العب بقى لعبي، العب ما فيش جون هيجي في اي وقت. صحيح. هيجي بينالتي، هيجي مش عارف ايه، انا على كل عليا ان انا امضي ال 90 دقيقه دول بالوصول لمنطقه الجزاء الخصم وخلاص. ف برضه ربنا كبير يعني، مش هقول لك اكتر من صحيح ان بيبث فيك الروح العاليه جدا انك بتملى الملعب كله بتخض الناس بقى. انا في خضه دلوقتي بعد ماتش الزمالك ده. فاكر ماتش اسوان؟ فين الاهلي ماتش اسوان؟ بالكاد كسبنا 1-0. صح. ضربة جزاء بالكاد يعني كسبنا 1-0، ما عرفناش نعزز. النهارده نازلين تك تك تك، حتى لعيبه داخليه عندها تعليمات من المدير الفني بتاعها. هو الاهلي ولكن نستطيع ان نجاري الامور. صحيح. نستطيع ان نكون موجودين في المنطقه الجايه. احنا ما بنلعبش على الدرون، فلعبوا جيم مفتوح. فكانت نتيجه الجيم مفتوح ان هم اتخطفوا في جونين كويس وفاقوا كده، قال لك لا صحيح ده النادي الاهلي. لعيبه بتلعب في الملعب بتلعب باص، زهقتنا ارهقتنا نفسيا. بقى عندهم حتى حماس زياده عن اللزوم ان هم عايزين يعملوا اي شكل. أيوة. بص الاسبرنت عامل ازاي، هي دي بقى يا اسلام بتاعتك كمان، هي لو تشوفها بص. صحيح. نفس الجول ده بتاع شادي حسين، هو ده حسين في الاسماعيلي. خد اتزحلق وخد الكره بتاعته بنفس الحيويه وبنفس النشاط ولعب الكره بنفس الشكل، عنده الرؤيه ونفس. مزبوط. محمد شريف ما اتحرك، شادي حسين اتحرك نفس التحرك وبقى كوبي جول كوبي. ولكن النزعه اللي انا بشوفها الكره الثانيه دي اللي انا بشوفها دي الدوسه الثانيه مع الباصه مع التنفيذ خلاص. مظبوط. بقت جمله بتتكرر في كل، هتلاقيها في كل ماتش. ليه؟ لان الراجل كريم فؤاد عارف هو بيعمل ايه في المنطقه دي وعارف هو بيجري سبرنت ليه، ولعبه بيثق فيه ويلعبها له يا اسلام. صح. يعني النهارده قفشه اول ما بص على كريم راح مسقط له كره في وسط 2 3. بيسقط له كره وعارف ان كريم يستطيع ان هو يكون خطر في الموضوع ده. ف حمدي فتحي وجه تاني خالص، ربنا يبعد عنه الاصابات. ليه يا كابتن؟ لا ده وحش ما شاء الله. اهدى يعني، خد اجازه، قعد خدت بالك وخد راحه، والاصابات اللي انا بقول لك عليها بعدت. فبقى حاجه تانية خالص. انت عارف هو بيلعب فين ولا عارفين نمسكه في حته؟ اذا كان في ماتش الزمالك، ماتش الزمالك لاعب الزمالك على ال 18 بيشوط يا اسلام، وده بيحط وشه وجسمه. صحيح. في وش الكوره. صح. في وش الكوره بيحط جسمه اكنه على خط النار. مظبوط.
عامل حساب للجماهيريه اللي موجوده بتاعت النادي الاهلي. أيوة. وعامل حساب ابو زين بقى لسه مخلف جايب زين، الف مبروك طبعا للنجم الكبير، ربنا يحفظها له يحفظها له، الف مبروك يا رب. ف يعني في انسيابيه واداء، في ثقه في وسط اللاعبين كلهم مع بعض، واثقين كلهم في بعض. حتى لو كان في سهر، حتى الجون اللي دخل فينا ده يعني مفروض ما يخشش كويس. يعني لو على الحسابات كده يلا ربنا ربنا ساعات يجيب لك جول فيك عشان ترجع للماتش تاني، ما تنامش صحيح. بعد الهدفين صحيح، يعني بعد الهدفين برضو ريحت انت شويه، فرجعت واحرزت الهدف الثالث والهدف الرابع والهدف الخامس اللي عليه. يعني نفسي برضو يجيبوا لي الهدف الخامس ده، لان الهدف الخامس ده عليه كلام كتير قوي اذا كان تسلل او غير تسلل، يعني لانه هدف حلو كمان يعني مش ده. فاكر بقى بما انك كنت بتتكلم اهو، نفس ده جون الاسماعيلي، شوف بقى الحيويه والنشاط، خدت بالك، والتركيز والتحرك هو هو مع اختلاف الزاويه اللي اتحطت ومع اختلاف الراس حربه، مع اختلاف الراس حربه نفس التحرك بنفس الكره اللي على اليمين بنفس الشوطه، شوطه دخلت في زاويه ضيقه والشوطه الثانيه كانت مفتوحه بالنسبه لشادي حسين اكتر يعني. مظبوط. فهو ده بس ده بنقارنه ما بين ده ومباراه الاسماعيلي. وهات بقى سبيل المباراه دي تاني من اولها، بقى عندك كوبي في كل حاجه، بقى عندك يعني بقى عندك حاجه هنا وحاجه هنا، وبالتالي شكل عام تقدر تشتغل عليه. لاعب قاعد بره، محدش يقول لي انت بتقل، لانه ده موجود والناس كلها بتشوف هذا الكلام يعني. اتفضل. لاعب قاعد بره ولاعب قاعد جوه، مظبوط. اتنقلت الحكايه، اللي قاعد جوه اللي بقى العكس بقى جوه، صحيح. ولكن العامل الاساسي في الحكايه كلها كريم فؤاد، صح. فكريم فؤاد نشيد به الحقيقه ونتمنى له الاستمرار، زي محمد طاهر النهارده. انا طاهر طاهر، انا استحاله طاهر انا العبه ناحيه اليمين، وقلت الكلام ده يوم ماتش الزمالك، واحلى جون جه من ناحيه الشمال، من ناحيه الشمال من طاهر، محمد طاهر طريقته عدلته يعني، اسلوبه ولعبه وكل حاجه عدلته شمال، صحيح. بيروح على الجول، سان داونز دخل لجوه وراح عامل واحده بليسنج في الزاويه البعيده جول. لو تفتكر عدلته على الناحيه دي، ده انا ممكن العبه سنتر فيرد ولعبه تحت السنتر فيرد. واحنا بنتكلم برضو كده عشان ما يبقاش كله فنيات، لان كان برضو النهارده الحقيقه لفت نظري يا كابتن شريف واحنا قاعدين بنتفرج على المباراه فيديو للنائب رئيس النادي الاهلي الاستاذ العمري فاروق، وامين صندوق النادي الاهلي الاستاذ خالد مرتجي، وعضو مجلس اداره النادي الاهلي دكتور محمد شوقي. هذا الثلاثي كان متواجد في الامارات ورجعوا اول زيهم زي الفرقه يعني، رجعوا اول امبارح ولا اول امبارح، ريحوا يوم ولا اثنين، وبعدين برضو جم يبقوا متواجدين في ظهر النادي الاهلي وفي ظهر لعيبه النادي الاهلي وفي ظهر جمهور النادي الاهلي. ما هم المركز اللي هم فيه ده مسؤوليه كبيره جدا، مظبوط، امام جماهير النادي الاهلي كلها، نعم، واعضاء الجماهير العموميه كلها، صحيح. والنجاح لما بيحصل بيحصل للدنيا كلها يعني، بيحصل لجميع المجلس وبيحمل لكل المنظومه اللي موجوده. لا، والناس دي بتحب النادي الاهلي بقى يعني، انت لو تشوفهم على حبا في النادي الاهلي وليس لشيء اخر، لو تشوف الابتسامه بعد كل مباراه بنكسبها، صحيح. انا بقابل مثلا العمري فاروق وانا داخل، انا دايما احب اقول له سياده الوزير يعني، اقول له مبروك يعني، تلاقي ابتسامه مش مفتقدينها يعني، الابتسامه هو وطارق قنديل وخالد مرتجي كلهم محمد شوقي، كلهم ابتسامه واحده، مظبوط، تحس ابتسامه الاهلي، صحيح. والله انا بكلمك جد، ما شفتش واحد يعني اوفر قوي ولا واحد يعني، هم سعداء بالشكل اللي اتعمل كلنا مع بعض حتى، صحيح. ما بيقابلوك حتى، صحيح، طبعا حقيقة. طبعا النظره نظره واحده، مظبوط. اسلام يعني فاهمين احنا عايزين نقول ايه، مبروك احنا كنا كويسين، وتحمل مسؤوليه بقى وضغط عصبي عليهم جامد جدا، صحيح. فانا خلي بالك بحييهم على دبي والمشوار بتاع دبي والكاس اللي رجعوا بيه، بالظبط، ده ابلغ رد من عند ربنا للمجهود الكبير والتركيز اللي هم فيه يعني. صحيح. ولكن برضو طبعا ده لان كابتن خطيب برضو مش موجود، ولكن هو متابع لكل الامور الصبح وظهر وبالليل، فمسؤوليه كبيره برضو موجود. على هؤلاء موجود على طول الاعضاء يعني، نعم. كابتن خطيب موجود، بنقول له كل سنه وانت طيب كمان، طبعا الناس بتعيد ميلاده يعني. ف كابتن خطيب يعني في كل حاجه، وقدامهم كمان هم في المكتب التنفيذي في البتاع، كل حاجه في النادي دايره بكابتن خطيب موجود، صحيح. ربنا يديله الصحه اذا كان عنده حاجات
كشوفات، عنده اطمئنان، عنده حاجات زي كده. اكيد خلال الايام اعتقد كان موجود في دبي كمان يعني، اعتقد اكيد خلال الايام القادمه سيتم زي ما قلت لحضراتكم دائما من خلال الموقع الرسمي ومن خلال قناه النادي الاهلي. صدقوني احنا يعني كل الكلام اللي بنقوله بنقوله بمنتهى الصدق وبمنتهى الاريحيه بعيدا عن اي شيء اخر. احنا ما بنزوقش حاجه، ما بنزوقش. لما بيبقى في حاجه حضراتكم خدوها من الموقع الرسمي او من قناه النادي الاهلي صدقوني، لانه الباقي طبعا بيجتهد واجتهادهم يعني حاجه محموده جدا وحاجه رائعه جدا، ولكن صدقوني الصح احنا بنقوله. امبارح حتى لما اتقال ان كولر عنده كورونا الناس كانت حريصه، هو كان حريص لما سمع هذا الكلام ان هو يكون متواجد النهارده، لانه الكلام مش صحيح. وانا قلت لحضراتكم ده الكلام ده امبارح، فبالتالي خليكم دايما مع الموقع الرسمي ومع قناه النادي الاهلي. الثقه دايما الموجوده بيننا جميعا هي مسؤوليه عائله الاهلي، كل منا في موقعه. صحيح حضرتك عندك برنامج هنا، صحيح بيدي الحقائق كلها للناس، الناس ساعات بتدور طبعا عايز اعرف اي حاجه عن النادي الاهلي، هعمل ايه؟ هقعد اتفرج عليك. صحيح في جيلك على تليفوناتك وعلى اسئله كتير قوي من الناس جدا، انت تقدر على قد ما اقدر بحاول، تقدر بتقدر تترجمها. في دايما حاجات يعني غير مسموح الكلام فيها الا بعد نهايه الصفقه مثلا، فما نقدرش نتكلم عن صفقه شريف عبد المنعم لان لغايه لما تخلص خالص ويتم الاعلان عنها رسميا، على الرغم من ان احنا بنبقى عارفين كل التفاصيل، لكن ما ينفعش نطلع نتكلم فيها لانها غير لم يتم الاعلان عنها رسميا مثلا يعني. بص يا كابتن اسلام، احنا سنتين اللي فاتوا احنا اللي اتنازلنا عن البطولتين دول، احنا اللي خسرنا البطولتين. نعم. احنا بايدينا ياخدهم اي حد، مش حد بعينه يعني. صحيح. انت اللي كان عندك اجهاد غير عادي ما خلاكش تقدر تخلص الموسم زي ما انت عايز، مع ان كان عندك كم من النقاط وفارق من النقاط بعيد قوي، بس انت ما قدرتش. والحقيقه غصب عن اي فرقه في العالم، اديك شايف ليفربول دلوقتي بتلعب ماتش او ماتش لا، لما خرج منها بس لعيب او تعب منها لعيب او حصل اي حاجه. مش مثلا هنقول فريق كله كامل بقاله ثلاث سنين بيأدي اداء زي ده، ف طبيعي جدا ان احنا بنمر بيه دلوقتي، وتشوف اهتمام الناس كلها وايديهم في ايد بعض. ده النادي الاهلي الحقيقه اللي احنا اتعودنا عليه، وزي ما بقول لك كل منا في موقعه. صحيح. لما انت بتمشي في الشارع وحد يسالك اي سؤال بتقدر ترد في الحدود اللي انت بتتكلم عنها. مظبوط. بس بترد الرد السليم. احنا من عمرنا ما تعودنا ان احنا نخش في ماتش مع ناس تانية في السوشيال ميديا. مظبوط. مش هينفع. صحيح. مش هينفع انت هتتجوز معايا وانا ارد عليك، ما تعودناش على كده وما نعرفش ده. السؤال اللي جاي لي برضو كتير خلال من امبارح او من بعد مباراه الزمالك، حتى النهارده بعد المباراه جاي لي من بعض من الجماهير النادي الاهلي بيقولوا لي، هو كولر مغامر ولا رجل بيحسب حساباته؟ بالنسبه للنتيجه راجل بيحسب حساباته، ست ماتشات سته فوز كويس، دخل فيه هدف واحد، احنا جايبين قد ايه 12 هدف على ما اعتقد حاجه زي كده، ف كده بيحسب حساباته. مغامر النهارده كان بعد مباراه النهارده لو النتيجه اتغيرت كنت اقول لك لا ده مغامر. اوكي. يعني ده بالشكل اللعيبه اللي لعبت النهارده دي، بس ده غصب عنه. فقمه من الذكاء اللي هو كان فيه ده، وبيحسب حساباته كويس جدا. صحيح. وبيثق في اسم النادي الاهلي ولاعيبه النادي الاهلي. حتى مدير فني بيثق فيهم. ما عندوش مشاكل خالص. يعني بيلعب عنده أربعة خمسة كويسين في الملعب يشيلوا الدنيا كلها. هو محسسني كده ما عندوش مشاكل. لعيب بيغلط أو لعيب أي حاجة طبيعي، ما أنت لازم تغلط، أنت لازم تضيع. صحيح. إنما كويس أوي إنك أنت توصل وتضيع. توصل وتضيع دي ماشي، إنما توصل وتجيب أربع خمس أهداف وتضيع له ثلاث أربع كمان أهداف، دي فرقة عالمية كده بتلعب. صحيح. وهو لسه بيتحسس مع نفسه ومع الدنيا كلها، الفريق الجديد اللي هو مسكه، المؤشرات والنتائج وكل حاجه الحمد لله في صفه ومؤيده السيستم بتاعه كلها، ده بيشيل عن ظهر الدنيا كلها وعن ظهر المساعدين بتوعه وعن ظهر الجهاز المصري كمان اللي بيشتغل معاه. يعني انا النهارده لما يجيني جهاز فني انا مش حاسس بنفسي يا اسلام الباورفول بتاع مانو جوزيه بتاع هيديكوتي بتاع فايسا، يعني فاهم؟ انا كمان كجهاز فني انا مصري ببقى مش عارف اعمل ايه، اتصرف ازاي. ما تقوليش ان التحرك اللي هو بيتحركه ده مستر كولر مديله الحريه في الشكل. هو بيلعبوا ليه هنا؟ صحيح. عشان الحكايه دي هو اختاروا ليه في المكان ده؟ وجابوا منين يا اسلام؟ بعد تغييرتين بنفس الشكل
غير نتيجتين، مره نزل جاب الجول بتاع شادي حسين ده، ومره جاب جول بتاع نادي الزمالك صحيح في النهائي السوبر. خلاص بقى اساسي النهارده وبيلعب وبيجيب نفس الجول وبيجيب جولين او ثلاث اجوال، انا بعتبره جاب ثلاث اجوال، واداء عالمي، اداء هايل لنفسه وللفرقه، وفي نفس الوقت ما تحسش انه عمل حاجه. لا راح بعيد ولا عمل، الهدوء اللو بروفايل الجميل، حاسس بتشيرت النادي الاهلي، بشخصيه النادي الاهلي، فرحان لفرحه الناس كلها، بيقرب شويه شويه من النجوميه. دي كمان بتبقى لما لعيب زي كده يحافظ على نفسه طبعا، انت عارف بيبقى له اسم طبعا، والاسم ده ليه مكانه، والاسم ده حساب كبير قوي صحيح مع الجمهور. ادام اديتني النهارده يبقى لازم تديني بكره وتديني بعده وتديني، عشان انت تبقى في قلبي واتغنى بيك. فهي دي لعبه كره القدم، وخاصه اللي بيلعب في نادي الاهلي. صح، ده الريسيفنج بقى اللي هياخده هو. النجوميه. اتفرج، راجل عنده ثقه بيعمل اي حاجه هو عايز يعملها. بص اللمه دي لمة لندوفسكي يعني، مش مش كريم فؤاد. ومين اللي جاب حمدي هنا في حمدي فتحي في الحته دي؟ يعني ده كلها عمليه ما نسميها ايه؟ نحرره. احنا لازم ندي للجماهير القعده دي كلها كل حاجه، كل حاجه. ابقى بقى بلعب ليفت، ابقى بلعب رايت، ابقى بلعب هاف، مش فارق كتير. ده كل ده، وفي غياب مين بقى؟ انا بسميه الامبراطور بتاع نص الملعب، ديانج كمان يعني. دايما ديانج والسوليه وعلي والشحات وطاهر يعني. لا سوليه عمل كمان مباراه يوم ماتش الزمالك هايله يعني، انا كنت مبسوط له انه بيرجع بالاداء ده في الوقت ده. وانا كنت متاكد لما قعدنا، كان عندنا يوم ماتش اسوان هنا عندنا استوديو، فقلت لهم بص، كان ايمن معايا، بقول له ايمن ما تخافش هنكسب ماتش الزمالك 2 او 2-1. ده اوف اير واحنا في على الهوا، في وسط الهوا كده ماشي بيني وبينه كده بعد ماتش اسوان. قال لي ده احنا وحشين قوي والكلام ده. قلت له بص، ما فيش مره كنا رايحين لعب الزمالك الا لما كنا بنلعب وحش، بس كنا بنعمل مباراه كبيره جدا في نفس الوقت. اوكي، واتحقق العكس النهارده، اتحقق برضه. ما فيش مره خدنا بطوله ورجعنا كسبنا بقى. صحيح. بعدها النهارده كسبنا، وكسبنا مكسب كبير وبره ارضنا يعني، ومباراه حلوه. مباراه حلوه طبعا. طيب، من الفرقتين الحقيقه، من الفرقتين. الاهلي النهارده بالعلامه الكامله توقف شهر، من وجهه نظرك هل ده سيؤثر ايجابا ام سلبا؟ وكولر ممكن يعمل ايه في هذا التوقف في ظل الحمد لله والشكر لله ارتفاع مستوى معظم اللاعبين؟ والله عنده حولك على حاجه، عنده لاعب زي ديانج، عنده لعيبه ثانيه متعوره، عنده محتاج انك تاخد لك اسبوعين حلوين يعني، وبعد كده بنعتبرها فتره راحه كمان ليه هو كمدير فني، يدرس فيها اكتر، يشوف فيها اكتر. وخلال الفتره دي كلها هيكون ليه تعامل طبعا، هيكون ليه شكل. واحد زي اكرم توفيق النهارده بيلعب بقوه جامده جدا يعني. اكرم، انا عايز اقول لاكرم بالراحه، اكرم شويه على نفسك، احنا عايزينك موجود يعني، بلاش العصبيه في الاداء الزياده عن اللزوم دي. انت عندك من السرعه، وعندك من الثبات، وعندك من الثقه انك انت تادي باهدى شويه. خوف، احنا خايفين عليك، صح؟ انت خارج من اصابه كبيره جدا، فحاول شويه تهدي نفسك وتخلص من الكوره بسرعه عشان تاخد سرعتك وتقدر تكمل وتعمل شكل هجومي زي ما كنت بتعمل، وتلعب الكوره بتاعتك من دون انك انت تتعور يعني. صحيح. اعتقد ان الدنيا كلها حاسه بيك يعني، انك انت روحك فوق اللعيب، او فوق النشاط اللي هو المفروض يبقى موجود مع ال 11 لعيبه الباقيين. ف كل اللعيبه بنفس الشكل، حمدي فتحي بيلعب زيك بالظبط، اللعيبه كلها بتعوض بعض بنفس الشكل. بقى عندهم التيشيرت فوق الدنيا كلها. انا حاسس كده في الملعب الحقيقه، حتى الديفندر بتاعي قليل جدا الغلط، قليل جدا الميس باص. صحيح. ودم بينتهي انك انت الميس باص بتاعك قليل، اكيد هتبقى هايل. مع وجود قفشه طبعا في مراحل نقل الكوره والحاجات دي يعني. طيب، الاهلي بعد العوده او بعد شهر من الاجازه هيرجع يلعب طلائع الجيش اللي الجهاز الفني بتاعه تغير، وبالمناسبه كابتن علاء عبد العال قدم اعتذاره او يعني تمت اقالته يعني بغض النظر، لكن الجهاز اتغير، وغالبا 90% هيكون كابتن محمد يوسف المدير الفني لنادي طلائع الجيش خلال الفتره القادمه، المدير الفني السابق للنادي الاهلي والفائز ببطوله افريقيا، دوري ابطال افريقيا. كيف يمكن ان يضع هذا الامر؟ هل سيضع ضغطا على النادي الاهلي انت هترجع وتلعب فريق كبير؟ على فكره طلائع عنده فريق كويس جدا. اه،
طلع فريق كويس جدا. الداخليه دي اللي لعبناها النهارده دي فرقه عندها طموح وكويسه شباب جدا. معظمهم شباب آه. كان رضا بيتكلم معايا معظمهم شباب آه. الحقيقه عندنا لعبنا نادي الزمالك وكسبناه بروح عاليه جدا صحيح واداء هايل جدا. فاعتقد ان الحكايه خلاص عرفنا الطريق. لعيبه النادي الاهلي عرفت الطريق وعرفت اسلوب الفوز بيجي أيوه. ازاي مفيش بالعرق والجهد في الملعب. انت الاهلي انتوا اللعيبه اللي تقدروا تصنعوا البطوله السنه دي اذا كان على مستوى المحلي او الافريقي او اي حته انتوا تلعبوا فيها يعني. فهو خلاص اللعيبه ادتنا المسج صحيح احنا عرفنا عشان نكسب لازم يحصل ايه. لازم التركيز الجامد جدا الاهتمام الجيد جدا العيشه بره الملعب قبل دخول في التمرينات والحاجه تبقى بانتظام نوم كويس اكنك بتعمل معسكر لنفسك السنه دي صحيح. يعني عندك 7-8 اشهر هتأدي فيها اداء تاخد فيه الاكسجين اللي هو بطولتك المعتاده او الاساسيه ايوه وتكون مكمل بنفس الروح في بطوله افريقيا. فمن حقك انك تعمل مجد لنفسك ولناديك وانت تقدر قادر على كده يعني طبعا. فيش اكتر من روح اللي بيلعبوا بيها يا اسلام. انا اضمن لك ان الدنيا هتبقى سهله باذن الله ان شاء الله. حسب المستوى اللي حضرتك شايفه للدوري العام المصري بعد التوقف ده اعتقد ان في فرق هتستفيد وفرق هتتاثر سلبا. وبعد التجربه الصغيره اللي في الدوري العام دي في ناس كتير هتستفيد. في ناس كان حظها وحش يعني وقعت في مباريات في الاول صعب عليهم بيلعبوا مع فرق كبيره. في ناس كان حظها كويس زي انبي النهارده يتغلبوا 2 الماتش اللي فات وتعادلوا النهارده مع فرقه زي نادي الزمالك. فكل واحد هيقدر يرمم الحتت اللي عنده. كل واحد هياخد فرصه يعني زي اللي خدوها قبل بدايه الدوري. بس هل هو الكره هتطلع هترجع امتى؟ 22 نوفمبر ولا هترجع امتى؟ نعم هترجع الشهر ده 22 نوفمبر ولا مش في مباراه؟ في مباراه بس بعد نهايه بعد تقريبا 3 اسابيع من دلوقتي. تقريبا تلات في الجزء الاخير من شهر نوفمبر يعني هياخدوا اسبوع مثلا او 5 ايام ولا حاجه وهيرجعوا برضه 4 ل6 ايام. يبقى اون اند اوف كده في الكام يوم اللي فاتوا اللي جايين دول دي هتريح لعيبه محتاجينهم. لعيبه محتاجه لعيبه محتاجه دايما راحه. اللاعب المصري ما يقدرش كل 3 ايام ماتش ما يقدرش يلعب على الصعيد الافريقي وعلى الصعيد المصري خاصه الفرق الكبيره. الفرق الثانيه العاديه اللي هي ما عندهاش اي اشتراكات في افريقيا ده عادي بالنسبه لها. الموضوع بالظبط ما عندهمش ضغط ان هم ياخدوا بطوله وعايزين يبقوا موجودين في صحيح في ال 14 فرقه اللي هم مش هينزلوا اللي مش هينزلوا 15 انما بالنسبه للاربع فرق الكبار اللي كمان هم بيحافظوا على مكانتهم ويحافظوا على اسمهم وجماهيريتهم هم دول بيبقى عندهم ضغط. فاعتقد ان الفتره دي هتبقى مريحه جدا بالنسبه لهم. واعتقد في كاس العالم كمان هتبقى الحكايه مش مستمره بنفس الشكل اللي هو فيه ضغط وكده. مين اللاعب يا كابتن اللي في وجهه نظرك من متابعتك للدوري العام كله شايفه يمكن ان ينضم للمنتخب المصري في ظل مباراه مهمه وصعبه بتلعب تاني التصنيف العالمي بلجيكا منتخب بلجيكا يعني من خلال مصر كلها يعني لو يعني لو فاكر حد او من الاهلي زي ما حضرتك عايز. انا الاهلي دلوقتي عندي حمدي فتحي طبعا لعيب الحقيقه مواصفاته بقت متولي اعتقد ممكن يبقى ليه دور. انا متولي بخاف يعني الضغط العصبي عليه والزياده لازم يتوجد في مجموعه جامده جدا أوكي. فلو زي ما انت قلت منتخبات وكلام هايل يبقى موجود بيدي كوره وعنده احساس بالملعب كويس جدا. محمد عبد المنعم يعني ربنا يشفيه. الشناوي طبعا كعادته يعني اعتقد زيزو في الزمالك مثلا مثلا بالنسبه للزمالك زيزو بيؤدي مباريات جيده. مين؟ امام عاشور. امام برضو بيؤدي مباريات بس بقاله مثلا ماتشين ما بيلعبش. هل مش مركز في الكوره بقى مركز في حاجات تانية اوكي ده هيأثر طبعا. في الانديه كلها دلوقتي لعيبه احنا بنتفرج عليها. قصه المنتخبات انا شايف ان اي مدير فني يا اسلام بيجي بيعتمد على اللعيبه المحترفه المحترفين واللي بيلعبوا في افريقيا غالبا يعني تلاقي قليلين جدا حد كلهم المحترفين هم اللي بيجوا الاساس اوكي وبتركب الدنيا هنا عليهم شوف ايه الاحتياجات بتاعتك بقى الناس اللي بتقعد بره السته اللي بيقعدوا بره حاجه زي كده ايوه. فاللي ظاهر قوي زيزو زي ما انت بتقول حمدي عندنا فتحي انا بقى بحب جدا
قفشه النهارده. كريم فؤاد بيفرض نفسه على الساحه اذا كان المحليه والدوليه الحقيقه، وهو الراجل مختاره قبل كده صحيح، يعني موجود قبل كده، فممكن يبقى متواجد. اكرم توفيق موجود ما شاء الله، عامل شكل كويس قوي، شكل كويس. وبقيه الفرقه كويسه، كلهم كويسين. كلكم يعني الحقيقه بعد ماتش الزمالك ده انا بيسالوني، قلت لهم الفرقه كلها اوكي، اللي قاعدين بره باللي نزلوا بالجهاز كله يستحقوا التواجد مع المنتخب. ده شكل المؤسسه الكبيره يعني. اوكي. فبترجع بقى للمدير الفني اللي هو بتاع منتخب مصر، بس هو بيعتمد اعتماد كامل على المحترفين. اوكي. اللي كان تريزيجيه بقى ولا كان صلاح. هتبقى مباراه حلوه يعني من وجهه نظري. طبعا مباراه تاريخيه، دي الثانيه على ما اعتقد، دي ثالثه، ثالثه لينا قدام. في تقريبا مباراه هتتلعب قبلها لسه بيحددوها، يعني هيقولوا ولا لا يعني. يا رب يا رب، بلجيكا فرقه قويه جدا. ثاني التصنيف عالمي. بروين وفرقته دي فرقه ما انا بقولها ربنا بيلعبوا كوره بتركيز فعلي لهجوم مثمر، يعني مع اي فرقه في العالم هم عندهم هدف. ما احنا عايزين نتعلم في مصر ان احنا بنلعب مباراه عندنا هدف، عندنا هدف نعمل ايه؟ عندنا هدف نطلع بنتيجه. صحيح. يعني بنلعب عشان نكسب. ما احنا لو هنلعب قدام تشريف، يعني جاي نشرف نفسنا وده لعبنا قدام بلجيكا واتوهمنا وبنتفرج على اللعيبه وهي بتلعب، مش هنلعب. صحيح. انما انا لما بلعب وعندي هدف ان انا اروح اجيب جول، هجيب جول والعب، هتغلب 2-1 هكسب 1-0، هتعادل 1-1، هو ده يبقى المفهوم. المفهوم ان انا نازل العب النهارده. ياما لعبنا قدام مظبوط ابطال اوروبا ونزلنا هنا عند بنلعب لعبنا بنركز، ناسيين ان هم ابطال اوروبا. مظبوط. وجبنا جوال وكسبنا. يعني عموما نتمنى يا رب كل التوفيق لمنتخبنا الوطني. انا بشكرك جدا يا كابتن شريف على تواجدك معانا، دايما بنسعد بوجودك معانا. ده انا اللي بشكرك وبتشكر ان انت اديتني مساحه كبيره ان انا بارك لجماهير النادي الاهلي ولاعيبه النادي الاهلي النهارده. يستحقوا التحيه الحقيقه. النهارده يستاهلوا كل خير، من دبي الامارات لغايه السويس النهارده. لغايه النهارده. فرحلات وسفر وعناء وكل حاجه، فبشكركم ومبروك عقبال اللي جاي. شكرا جزيلا للنجم الكبير كابتن شريف عبد المنعم. هنطلع فاصل، وبعد هذا الفاصل ايمن جيلبرتو، احمد ثابت، كريم سعيد في ضيافه البيت الكبير.